هل جهيمان العتيبي هو العائد بالبيت الذي قتل؟ لا، يعني جهيمان ليس هو العائد بالبيت، لأن سياق العائد ثم يأتي جيش، إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، والخسف اللي هو تنشق الأرض تبلعهم دفعة واحدة، ده الخسف. طيب حادثة جهيمان سنة 79، طبعا أنا أدركت الحاجات دي كلها، كم ده حصل؟ ما حصلش. أنا أبويا الله يرحمه كان موجود في المسجد في اليوم ده وفط من الشباك، هيعمل كانت أمامها شبك قصيرة كده، ما فيش يروح بعدك روح بقى، ضرب النار. وبعدين تلاقي الناس بيقولوا بيعوا لأمير المؤمنين الخليفة محمد بن عبد الله المهدي، مهدي يا ابن انت هو بقى. فاللي حصل ان يعني ان لا جيش اتخسف به ولا اي حاجة، وجهيمان لم يقتل بالبيت وانما دقت عنقه، يعني تم القبض على حوالي مقرب من 800 واحد في الحرم سواء في مكة او في المدينة، لان كانت المسألة متزامنة مكة والمدينة، وقتلوا جميعا. فقولا واحدا ليس هذا هو العائد، قولا واحدا. والمشايخ في ذلك الزمان كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والناس دي تكلمت كلاما بينا في هذه الفتنة. العجيب ان جهيمان كان طالب علم متقدم، كان طالب علم قوي جدا، وكانت له رسائل قوية. طبعا انتم لم تطالعوا هذه الرسائل، لكن كانت موجودة في أيامنا وكانت تكتب بالكربون، ومع ذلك وقع في التأويل، وقع في التأويل، يعني جات المنامات والمسألة بقى حطوا حاجات على بعضها، وكانت أمور عجيبة جدا أفضت بهم إلى نتيجة واحدة، وهي إن ده هو المهدي، وإن هو لابد أن يقوم بنصرته، وكان من أمر الله تعالى ما هو معلوم.